السلام عليكم البنات، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو اليوم هو اليوم الثالث تاع العيد، مي انا خليته متاخر شويه. هنا انا رايحين ان شاء الله نتقهوى في البارك، ليبرتي ستيت بارك، يعني كبير وشباب كل شيء. منها نشمو الهواء، منها نبدلو شويه الجو تاع الدار، منها نبروفيتي مادام زوج تاعي راه قاعد 3 ايام نبروفيتي نخرج. فان شاء الله انا غادي نديكم معايا الباك، ان شاء الله تبدلوا شويه الجو ونتقهوى تما. ليسونسي هنا نوجد في الكاطو تاعي في هاد القابصه، باسكو تعرفوا باللي يعني الكاطو تشربوا قهوه وتاكلوا كاطو في الدار ماشي كيما برا. برا هكا تجيكم الشهيه وكل شيء وتحسوا بهذاك الكو تاع في الدار تاكلي حبه زو صايت تنقهوى. طاك ما تعرفوا مكاش هواء وهواء الطلق وكل شيء. هنا المهم انا نوجد في قابصة، درت يعني من كل نوع، درت حبة زوج كل نوع. في هذيك تاع الشوكولا خافها دوبلي، ما كثرتش من هذا غير زوج حبات. هنا درت المقروط، انا كل ما نجي رايحة باك لازم نديها قابصة ندي فيها كاطو ولا كش حاجة، وندي معايا القهوة تاعي ثانية. قهوة هنا شوفوا هذه جبتها من بلاد، شتها من وهران، هاد الكفة شابة طلعتها معايا باسكو درت حسابي قلت دوك نولي هاكا نروح الباك ولا نحتاجها. درت التيرمو تاعي تاع القهوة، هنا خلط قهوة حليب ودرت السكر وكل شيء باش ما نضرش كثر على روحي. هنا سيبو رانا دخلنا البارك، ان شاء الله هنا تكون قطعو ونوصلو. ايسان سي خليكم معايا، متنساوش تخلو لي لايك ودعمو القناة وخلو الكومنتار تاعكم من تفرجو الفيديو، ونتمنالكم مشاهدة طيبة. المهم البنات انا وصلنا البارك، غادي نقدمو قاع قدام ايونا نجمعو ان شاء الله تكون بالك 4:30 هكا ولا الحالة. شباب كاين واحد النسمة شوية باردة، بصح ماشي باردة يعني ماشي برد، مي هاكا يعني مليحة خدمة داك حمان، حالة مغيمة نص نص كيما كانت الشمس. هاد البارك بزاف شباب سيتو في الصيف، الصيف ثاني عالم اللي هي هالبحر دوك. ان شاء الله كنا بعد نديكم جهة البحر خليكم تقلعوا الثقة ان شاء الله. هنايا مثل العيد هادو هما، انا غير خطرة زوج تاعي مطاح لها مع الويكاند قعد، هو موالف يقعد غير نهار الاول وغدوة يروح يخدم. هاد خطرة تما دا 3 جور باسكو طاحت لها مع الويكاند. هيا رانا نخرجو، حنا موالف نهار الاول برك نخرجو، من بعد هاك نخرج وحدي البارك ولاكم عارفين. هذا هو العيد عندنا، هذا اليوم الثالث تاع العيد. هذيك شحال كنا نصفو عليها تاع فلة. اللي سقصتني وقالت لي بلي ما وريتيش قش العيد، هذا قش الزاوج تاع بنتي، هذا الزاوج كشغل سروال تاع جينز والاخرى من الفوق، يعني كشواميس شابة، هي ماي شواميس كلي كانت قصيرة شابة اصبر زينتها. واما بالنسبة لي انا وريت لكم بدكم شريت غير هاد الصبر دينا وشريت ساك. ايه بعد راجلي جاب لي واحد الساك كنت شفته يعني من قبل، شفته في كولز وعجبني كانوا داير له صولد، هيا من بعد جابه لي هيا. وكنت لابسه اونسومبل كلاسيك، مي اليوم مانيش لابساته، اليوم راني لابسه جينز وليكات وكارديغون من الفوق، كنت شاريتها من قبل. شوفوك شباب شباب حيا هاد الكارديغون، لا كولور ستيل فيه هادوك لي زيستخاص، هيا لبستهم. هذا هو زعما ماشي حاجه بالنسبه للباس. ماما مو والله ماني عاقله لو وريتها لكم، ماما مو وريتها لكم في واحد الفيديو ما رحت تشيل بنتي، ما رحت نشيلها وريتكم الباس جاي بلو تكم. هذا هو يعني وريتها لكم غير هاك، ما قلتكمش غادي نشري باسكو ما كانش على بالي غادي نشري. المهم كاش مشكل ان شاء الله تكون وريه لكم دوك ان شاء الله. يا ربي كي نولي للدار نحط لكم الغوب تاعها تشوفوها. كاين الغاشي جينا هنا هاد البلاصة تاع الألعاب،
شابه يعطيها غراوين. عم داير موسيقى عباك هادوكم مصري عندهم عيد ميلاد على هذا ممكن نحبس الصون شكون تدخل لي في الحقوق وكلشي. هاك الباني هاك 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 خاف خاف هاك 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 هاك. المهم غادي نطلع هنا شويه فوق نوري لكم بنتي بغات كتلعب خافت. مازالو داير الغنى حبسوا لي ثاني لا البنات هنا اللي متجمعة هنا خلى بنتي تلعب دوك نزيدو شوية ونشرب القهوة إن شاء الله ومن بعد نروحو من جهة البحر ملهيه نولي لكم شوية. المهم قلت مادام كاين هنا ألعاب خلي بنتي تبروفيتي باسكو هادو يامات ها هي ماشي حنا راويني بايقو بغيو نخرجو مساكين شوية. دروك ما نبغي ندير فيديو يا اما مصريين طارقين الغناء دروك شناوا راهم يغنوا ان شاء الله ان شاء الله دغنيه اللي يغنوا فيها ما تدخليش في الحقوق. زادوا زادوا عندهم حفله غاديين حفله نظن بين هاد الطابله هادي صح لها لي دي هكبر غنجمع في الطابله. جبت الاخر باطل الغطا باسكو الارض شويه مشمخه. المهم ها فرخت القهوه دركم بعد تلعبوا شويه والله لا كاين بوجي الكاطو مزيان ما دارش كاع الكاطو تاعي هي بغات هذا شو نقول عليها الورد بصح ما تتوسخش روحك هاك شوف لحالها لا كمامها طالعين لا خلط قهوة بحليب تتفتر مديرك عندهم عيد ميلاد بلاصة كشابة البنات حي المقرون بلا ثلاثة فوق المقرون الجزائري عجبها عبا بس مقروض بالفوق هلا 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 هاي كمل المقروط تاعك
تنفع واخا نخليها تجي تاكل مقروط مسكين. ياك تهربي فيها، هربتيها. سيبو البنات كملنا القهوة ورانا رايحين. موسيقى بزاف من عمي، جاو ثاني واحد اخرين اسبانيو طلقوا خيطانو تاعهم يا حالق. احنا ديجا صاي كملنا القهوة، هادا نروحو ان شاء الله نقدمو قدام نشوفو شوية فحار، نشمو شوية هوا. قلتلكم بارك راه علامة اليوم، خاصة مسلمينهم بزاف، بقيت شحال من وحدة هاكا بحجاب جايبين قهوتهم ماكلتهم هاكا مع باتهم وجدودهم هاك ساكك ها. تحسب راها قريب الغياب، شوف راها قريب. ما راه يا روعة، بحال راه كام تقرا نلقى شوية هايج سكو الريح كاين شوية ريح. الحال شوية نروحوا لستاتي اوف ليبرتي، نركبو في البابور ونشوفو ان شاء الله، نروحو لمتحف ثاني باسكو هاكا كاين شوية برد. لا تلعب بالو ايوا حنا كنا لهيها مجمعين المهم البلاصه شابه بزاف في الصيف يخبط داك الهواء كلشي عالم سكو دونك شويه نسمع شويه برد حسيت بالبرد ايوا ان شاء الله هابي الفيديو كنا لاعجابكم المهم ما تنسوش تخلوا لي لايك حبيباتي وخلوا لي كومونتير تاعكم بارطاجوا الفيديو ايوا ان شاء الله من داك لداك ندير معكم فيديو مازال ان شاء الله نطرقوا بزاف مواضيع على امريكا المهم نحكي لكم تجاربي نحكي لكم الناس اللي تحوس على بزنس اونلاين نشرح لكم المهم خليكم متتبعات وفيات وضغطوا على زر الجرس باش اي حاجه نحطها توصلكم البنات اللي ماش ضاغطين على زر الجرس تما ان شاء الله يضغطوا عليه باش هكا يوصلكم كل جديد ويو دعموا القناه ان شاء الله القناه تطلع بكم ايوا نقول لكم ان شاء الله عقبه كل عام تعيدوا وتعاودوا وتهلوا بزاف بزاف رواحكم ومع السلامه حبيباتي باي باي دوبختو. Yeah, bye.